السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه ديال حليمه الفلالي شيوا الداري. وصفه اليوم غتكون شوربه صحيه بالخضار، كتجي لذيذه بزاف خفيفه. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي هنايا كميه من القرع الاحمر، هنايا تقريبا 250 غرام. عندي جوج جزرات مقطعين وحبه بطاطس مقطعه، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار الابيض، غير شويه لا بغيتوش يعني ماشي مشكل ما ديروش كاع. وعندي هنايا جوج فرماجات وحبه بصل مشلضه. كندير البصله تشحر مع شويه ديال الملح والزيت العود، نخليها تشحر لي مزيان وعاد نزيد الخضره. ملي كتشحر البصله كنزيد الخضره وداك البزار، صافي كنحرها واحد شويه واحد شويه، وعاد كنزيد الماء الكافي نخليها تغلق، نخليها حتى تشحر. دابا نزيد الماء الكافي اللي يغطيها، صافي ونغطي عليها ونخليها طيب. صافي صافي هي طابت ليا. غادي نزيد لها الفرماج والربع والماء الكافي ونطحنها. نستعمل هذا ممكن تخليوها تبرد مزيان، تخليوها تبرد مزيان وتطحنوها في الخلاط الكهربائي. صافي كتجي على هذا الشكل. هذا انا غادي نردها تغلي، اين فوا تغلي صافي كنطفي عليها. ها هي واجده الشوربه ديالنا، واجده كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى تجربوها. ولا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد. والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله مع شهيوات حليمه.